أنا حذرت بالأمس من عمليات التسويف في تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية فيما يخص وزارة الشباب والرياضة. أنا مطمئن إن القرار، على فكرة، وليس لدي أدنى مشكلة أن القانون حضر ولن يغيب مرة أخرى، وأن العدالة ستنفذ من خلال القانون على الجميع. ولكن أنا دايما وأبدا بقول المسؤول لابد ألا يضع الدولة في حرج، واللي حذرت منه بيحصل، لأنك أنت بتترك مساحة ضبابية للآخر المعزول بأنه يتكلم في القنوات، أنه يجد لنفسه ذريعة بتعطيلك للقرارات، أنه يجد مبرر أنه يوجه لك خطابات عشان يخلق حالة من الاشتباك وشد وجذب بين الأطراف. يترتب على ذلك انهيار بيحلم بيه هذا المعزول وأولاده. يعني خلينا أقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا جدا. تعادل الزمالك مع وادي دجلة مزعلني جدا. أنا زعلان طبعا، لأن الزمالك بيدفع ثمن انسحاب مرتضى منصور المتعمد في موقع الأتوبيس أمام النادي الأهلي، وخسارة 3 نقاط أصبحوا النهاردة يساووا 6 نقاط. هو الذي يتحمل المسؤولية ليس سواه. الزمالك فاز على سموحة، والجماهير كانت فرحانة، والدنيا كلها زي الفل. فوجئنا ان النهاردة طالع طارق يحيى بيقول تعادل الزمالك النهاردة وضح أبعاد المؤامرة، وده بيأكد لكم بفضل الله عز وجل صحة الكلام اللي أنا قلته، إن مرتضى منصور ومن يعمل معه كانوا حزانة من فوز الزمالك على سموحة في كأس مصر، لأن المخطط بتاعهم، وليس مخطط هدم الزمالك، مخطط إن الزمالك يبقى مرتضى ومرتضى يبقى الزمالك، فشل بفوز الفريق على سموحة. النهاردة لما الفريق تعادل مع دجلة أحيوا هذا المخطط الكاذب من جديد، أحيوه من جديد. طالع طارق يحيى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومعاه المطبلتية الأبيضة يقولوا لك إيه؟ يقولوا لك النهاردة ده المخطط، كان لازم الزمالك يقع ومش عارف إيه. إيه دخل الزمالك الموضوع؟ أنا مش عارف. المؤامرة بدأت من عند أمير مرتضى منصور عندما أخرج اللاعبين من التركيز وهددهم وقال لهم مفيش فلوس ومحدش هياخد فلوس ولازم تساندوا الراجل اللي بيديكم الفلوس. فلما اللعيبة لعبت قدام سموحة لصالح الزمالك فازوا على سموحة. النهاردة لعبوا لصالح مرتضى منصور فتعادلوا مع دجلة. قول الحقيقة، ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش. طالعين تضللوا مين؟ وطالعين تضحكوا على مين؟ وطالعين تقولوا ايه؟ وطالعين تألفوا ايه؟ النهاردة اللي تعادل مرتضى منصور مش فريق الزمالك، لأن فريق الزمالك محضرش، وأمير قال لهم الماتش لا يعنينا، أهم حاجة نكتب على انستجرام ستوري البابا، أهم حاجة ندعم بابا علشان الحملة المدفوعة المأجورة اللي بتتمول مع شوية زلنطحية على الفيسبوك وشوية أفقين على القناة تلاقي لها مبرر عشان يعرفوا يتكلموا. ولكن المعزول اتعزل، لا في تعادل هيرجعه ولا في هزيمة هتخليه يرجع تاني، والزمالك أكبر منه، والزمالك لا يقف على أحد. وأنا بسألهم النهاردة، هو 900 مرة اللي اتحل فيهم مجلس إدارة نادي الزمالك عن طريق مرتضى منصور من سنة 94 وتخريب مرتضى منصور للزمالك، وإنه خدوا للمحاكم على مدار ما يقرب من 25 سنة ولا 30 سنة، والزمالك ما كانش يعرف محاكم قبل مرتضى منصور. ما شفناش ليه لاعب بيقول لا لحل مجلس كمال درويش؟ ما شفناش ليه لاعب قال لا لحل مجلس ممدوح عباس؟ ما شفناش ليه لاعب
قال لك يا جماعة الزمالك بيضيع، وفي كل مرة كان مرتضى منصور هو اللي بيحل مجالس الإدارات بالمحاكم، وهو اللي عمل القلاقل ودمر نادي الزمالك. كنت فين؟ عارف الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق ما بين الاتنين ايه؟ الفرق ان النهاردة في اعلام مأجور قابض، فبيحاول يوجه الدفة نحو الباطل، بيحاول يوجه الدفة نحو الباطل، خلي بالك بيحاول يوجه الدفة نحو الباطل. مرتضى منصور عمل فزاعة بيراميدز، وكان يطلع يمدح في بيراميدز لما يفوز على الأهلي، ويمدح في بيراميدز لما خطف الهارب رمضان، ويمدح في بيراميدز لما يخرب هنا وهناك. النهارده جمهور الزمالك هيشجع الأهلي بكره عشان بيراميدز يتغلب عشان يضمن المركز الثاني. يعني ضيع منهم 3 بونت ب6 نقاط، وقعد ينفخ في بيراميدز ويشجعهم على الغلط، والنهارده جمهور الزمالك المحترم عايز بيراميدز يتغلب من الأهلي علشان خاطر يضمن المركز الثاني. شوف الدنيا بتلف ازاي، دول شوية أفاقين كدابين غصب عن عين أي حد، واللي يقول غير كده كداب. كل الزملكاوية بكرة يتمنوا فوز الأهلي على بيراميدز، لأن مفيش زملكاوي محترم مش عايز يخش دوري أبطال أفريقيا. مين اللي عمل لك كده؟ البق الكلمنجي حنفي. مين اللي عمل لك كده؟ الأفاقين اللي قاعدين يقلبوا لك الحق باطل ويجيبوا لك الباطل حق. مين اللي عمل كده؟ المأجورين الأبيضة. مين اللي عمل كده؟ المرتزقة بتوع كشوف البركة. الماتش يوم الحد بتاع الأهلي وبيراميدز، كل الزملكاوية كل الزملكاوية هيشجعوا الأهلي، لأن الكورة كده. مصلحتي فين؟ مصلحتي فين يوم الحد الأهلي وبيراميدز؟ مصلحتي فين؟ مصلحتي فين؟ فمصلحتي الزمالك النهاردة وجماهيره المركز الثاني. بعد التعادل النهاردة لازم بيراميدز يتغلب من الأهلي، ولازم الأهلي يفوز على بيراميدز. ده في نظر الزملكاوية عشان الحسابات تتظبط. أمير خرب الفرقة، وماشيين بسياسة الأرض المحروقة، وأنا أحمل ذلك لوزير الشباب والرياضة وأقول له في دفاتر بتتظبط، وفي حسابات بتتضرب، وفي أوراق يتلعب فيها، لأنك أنت أخرت اللجنة يوم الحد يوم 11، وبتسوف وبتماطل في تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية، وفي جميع الحالات انت اللي هتدفع الثمن وحدك. الدولة عازمة على تطبيق القانون، والمعزول يا دكتور اشرف يا صبحي، المعزول يا دكتور اشرف يا صبحي مش هيبقى تاني رئيس للنادي. تخاف منه تترعب منه؟ لا للمسؤول صاحب الاراضي المرتعشة. وحضرتك بصراحة من امبارح قلت لك تحط نفسك في مواقف لا يجوز انك انت تحط نفسك فيها. النهاردة أنا هنفرد معاكم، أو أشرح لكم، بلاش هنفرد علشان ربما يكون حد سبقني. النهاردة أقول لكم المخطط اللي شغال عليه الوزير. أمير يدمر الفرقة عشان يصدروا للناس من خلال إعلام مزيف إن ده مخطط تدمير الزمالك. طب ما هو الزمالك اللي فاز على سموحة والقرارات طلعت، فينه؟ والزمالك اللي النهاردة تعادل مع وادي دجلة فينه؟ اسأل أمير مرتضى. يوم سموحة اللعيبة قالت منك دعوة وعزلوا نفسيهم مع باتشيكو وفازوا وصعدوا. النهاردة أمير لأربع أيام شغال. اكتبوا على ستوري البابا الكلام كله ازاي نقف جنب بابا. خلاص ما بيقوش لعيبة الزمالك ليهم 3 أيام، بقيوا لعيبة عند مرتضى منصور. ما بقيوش لعيبة الزمالك زي شلة المرتزقة اللي بتدافع. حفنة 200-300 واحد من السفلة على الصفحات، دول مش زملكاوية.
دول بيقول لك احنا مرتضويه، احنا مرتضويه مش زملكاويه، فرق شاسع. اللعيبه النهارده كانت مرتضويه،